حكايات كتير جوه كل بيت. حكايتي هي العيلة وحقها في معرفة كل شيء عن صحتها وسلامتها وسلامة ولادها. وأنا حكايتي مع كل المشاكل اللي بتقابلنا، وبالذات حكايته هو مع هي. وحكايتي أنا جوه الكتب وسطورها وموضوعاتها اللي بترسم صورة أوضح لحياتنا. يحكى أن من مسبيرو أصل كل الحكايات. يحكى أن مع الدكتور محمد رفعت السبت 7 مساء على قناة مصر الأولى.